ماندا هيك سهله انه انتم يعني تجيبوها وتنقلوها تتنقلون بيها ايه؟ وتتعاطوها هيك سهله يعني الواحد من يتعاطى ايه؟ لو شكل وما يخاف بس من ما يتعاطى يخاف ما تتعاطى اي صرت جسد عادي عندك انه تاخذها وتضمها وتتنقل بيها ايه؟ وتتعاطاها عادي ايه؟ بس اذا ما تعاطى بعد اخاف ايه؟ زين انت قبل ما تتعاطى تعرف موضوع المخدرات صح صح مو عارف كان حتى بالافلام دائما نشوف انه اي واحد يمشي بهذا الطريق نهايته شنو موت الموت موت لو سجن موت لو سجن عفية عليك زين انت طفل عمرك 13 سنه ما خفت من الموت او من السجن ما خفت من عدسه هي اول مره صارت فضول عدي تنو ما اريد الطون ثاني مره هم جيتهم كنت مطون الطون ثالث مره قالوا لي بفلوس زين عندكم احد مدمن من العائله ابد ما عاد جغائر ما يدخنون